نجحت كيليان مبابي لاعب فرنسا في تسجيل بلادي خلال المباراة التي جمعت بين الضيوف وقوته في نهائي بطولة كأس العالم في روسيا، وأصبح مبابي البالغ من العمر 19 عاما ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفا في نهائي المونديال بعد البرازيلي بيلي الذي سجله في عمر 17 عاما وبنسخة 58-900-1000. مبابي توج بجائزة أفضل لاعب صاعد بكأس العالم 2018 بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، وحصد مبابي جائزة أفضل لاعب صاعد بالمونديال بعد الفوز بالمونديال لتستمر الجائزة في فرنسا بعد فوز بول بوغبا بالجائزة في المونديال الماضي، وسجل مبابي 4 أهداف في البطولة من منتخب اللقب الفرنسيين بعد 20 عاما من الغياب عن البطولة، وكان آخر الهدف الرابع في كرواتيا في المباراة النهائية للمونديال التي انتهت لصالح الضيوف بـ4 أهداف لهدفين.